إذا نقرأ مع نادي البلاسي محلل الأسواق في إكويتي جروب ما يدور في العالم. أهلا وسهلا بك. ويعني لازلنا نشهد مؤشرات اقتصادية قوية، دعينا نقول من الولايات المتحدة، مثل نشاط صناعة الخدمات الأمريكية انتعش بشكل غير متوقع في الشهر الماضي. ما هي توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي في الوقت الحالي نادية؟ The U.S. ISM services sector yesterday grew. We had a reading مؤشر الصناعي في الولايات المتحدة ب 6.6%، وذلك مقارنة ب 53 كتوقعات. إذا هذا نمو جيد فيما يتعلق بقطاع الخدمات. فيما يتعلق بقطاع الخدمات يقدر بثلثي الأنشطة الاقتصادية برماتها، ولذلك من المهم أن نشهد هذا النمو. ارتفاع معدلات الفائدة التي يستخدمها الفيدرالي، نرى بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي قوية والتي صدرت يوم الجمعة، هذا بالإضافة إلى قطاع الخدمي، كما أنه هناك تحسن في القطاع الصناعي أيضا. إذا هذا يبقينا نفكر بأن الاقتصاد سيتجه إلى ركود، ويمكن أن نتجنب الركود بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة التي نشهدها والتي تؤثر على سبيل المثال الأسهم الأخرى في الولايات المتحدة. إذا المؤشرات الاقتصادية التي نشهدها هي أكثر إيجابية فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. إذا نادية، يبدو أن هذه البيانات التي جاءت إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولاحظنا أيضا هناك حفاظ الدولار على ثباته خلال هذه الفترة بعد هذه البيانات، برأيك كيف ستكون تفاعل الأسواق في الفترة المقبلة مع هذه البيانات، وأيضا من تسعير المستثمرين لإمكانية استمرار رفع الفائدة لفترة أطول لكبح التضخم؟ بالأمس شهدنا جلسة مضطربة للأسواق الأمريكية، وشهدنا S&P قد ثبت بعد المستويات ب 3500، وبينما داو جونز قد تعزز أيضا عند مستويات 33900. الواقع أننا نتعزز أو عند هذه المستويات، هذا يشير إلى أن المستثمرين حذرين قبيل اجتماع الفيدرالي ورفع معدلات الفائدة التي سوف نشهدها. وبصفة أساسية هناك بعض التوقف قبيل اجتماع الفيدرالي، ولكن إذا ما تحدثنا عن القطاعات شهدنا أن أمس على سبيل المثال كان هناك تراجع ب 6% على خلفية أخبار بأنه سيكون هناك تخفيض الإنتاج في الصين، وشاهدنا أيضا أن قطاع الطاقة هو الخاسر الأكبر لأن الغاز الطبيعي واستهلاكه قد تراجع، والعقود الأجلة أيضا الغاز الطبيعي تراجعت ب 10% أمس. إذا شهدنا بعض الاضطرابات في الأسهم لا سيما في الولايات المتحدة وبسبب السياسة النقدية للفيدرالي. الصين عمدت مؤخرا إلى تخفيف القيود الصينية التي كانت مفروضة بفعل كوفيد-19، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على الأسواق بالتأكيد. هل يمكن إخبارنا بمدى تأثير ذلك على الأسواق المالية؟ لقد شهدنا بالأسماء بأن جولدمان ساكس ويو بي اس ومورغان ستانلي حسنوا الأسهم وذلك الفترة التالية، وهذا يشير إلى أن هناك تفاؤل بشأن الأسهم الصينية، وأيضا كان هناك نمو في الصين وقفز في الواقع، وذلك بسبب التدفقات التي زادت ب 60 مليار يوان صيني، وهذا يعني أننا نشهد مزيد من القبول للاقتصاد الصيني. الجميع يعرف أن كلما كان هناك انفتاح في الربع الثالث من عام 2023 هذا سوف يحسن النظرة المستقبلية والإيجابية للصين، لأن هذا يؤثر على المعروض والخدمات والتصنيع. إذا الصين تلعب دورا مهما، وجزء كبير منها
وكل القطاعات معا تؤثر على الاقتصاد العالمي. إذا بما أن لدينا توقعات إيجابية يمكننا أن نرى أن اليوان قد قفز، وأيضا نرى أن الأسهم الصينية تقفز أيضا. نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. Thank you.